السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك في مايكروبيت. هنا بنشتغل بالبرمجة المرئية عشان برمج المذر بورد، ودي مذر بورد بسيطة جدا. كانت الحكومة البريطانية وزعت منها 1,000,000 قطع على المدارس، وهي أوبن سورس، فناس كتيرة بدأت إنها تعملها حوالين العالم. وده الدرس التاني، سيب لك الدرس الأول أسفل الفيديو دوت. طيب هنا اون ستارت، يعني أول ما أبدأ هتشتغل على طول. طيب ممكن أقول له لأ، ده أنا عايز أول ما اضغط على زرار، الزرار ده ممكن يكون ال A او ال B او الاتنين مع بعض، ده هو ال A وده ال B، هما زرارين موجودين. طيب ممكن دلوقتي اقول له ان انا عايز مثلا البيسك هنا، ان اول ما يشتغل يبدأ يظهر لي رقم معين مثلا بالشكل دوت. ده عبارة عن ايه؟ يعني ان اول ما اشغل ادوس ال A يبدأ ان هو يظهر لي رقم معين، شو نمبر زيرو. طيب ممكن انا اقول له لا، ده انا عايزها فاريبل، تمام، واقول له اعمل لي فاريبل، الفاريبل دي اسميها واي، واقول له سيت واي بتساوي، تمام. ممكن تخليها اي كلمة انت عايزها، خلينا نخليها مثلا رقم 13، يبقى الواحد وبعد كده التلاتة. طيب عايز اقول له بقى اظهر لي الرقم دوت، فاقول له اظهر لي اهو. واقول له فين الفاريبل اللي احنا عملناه، فاريبل يعني متغير، فهو بحيث ان انا لما اكتب ال 13 دي ممكن تكون مكرره في اكتر من مكان، فهو اوتوماتيك ياخد ثابته ويحطها في كل الاماكن اللي هتظهر بعد كده، تمام. طيب عايزه يقف ثانيه، كلير سكرين، يبدا يمسحها خالص. هنا اقول له بيوز كده لمده ثانيه واحده، وبعد كده اظهر لي الواي مرة تانية، تمام. طيب خلينا نشتغل ونشوفها، 1 3، ويستنى ثانية وبعد كده يقول لي 1 3. طيب انا عايز بقى يعمل لي ميوزك، واقول له شغل لي مثلا تون معينة او ميلودي معينة until done اهي. ممكن تعمل انت بقى الميوزك اللي انت عايزها. طيب يبدأ يعزف لك المقطوعة اللي انت عايزها، وبعد كده يبدأ يظهر الأرقام. بسم الله، اقوله شغل واقوله بقى. تمام، زي ما انت شايف سهلة جدا. ممكن بقى بدل الميوزك اقوله شغل لي تون معينة، تمام. طيب خلينا نجرب نلغي البلاي، مجرد ان انت تشدها كده بس، رجع لي دي واقوله شغل. تمام، التون ديت. تمام، تقدر تظبطها على اي نغمة، بحيث اول ما تشغل طبعا ده ممكن تخليه في اون ستارت او فور ايفر. فور ايفر يبقى دخلت في لوب، كل شوية اول ما تخلص تبدأ من اول وجديد.